رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز قد شارك بالعاصمة الرواندية كيغالي في أشغال القمة الاستثنائية الإفريقية حول منطقة التجارة الحرة القارية. وقع رئيس الجمهورية ونظرائه خلال القمة على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية وبروتوكول إعلان كيغالي. تقرير محمد تقي الله لدى. استهلت القمة بعقد جلسة وراء أبواب مصدى حضرها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز ورؤساء دوله وأجهزة الاتحاد الإفريقي بهدف إجازة برنامج العمل والنظر في النصوص والأطر القانونية ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة. ثم فتحت الأبواب ليرحب الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي الرئيس الرواندي بول كاغامي بضيوف القمة الاستثنائية معطيا للحدث بعده وللحظة مكانتها المصيرية المحددة لحاضر ومستقبل القارة. ثم أسهب رئيس جمهورية النيجر محمد إيسوفو في شرح مسوغات الإنشاء وتبيان آليات وأدوات التنفيذ. وفي ختام أعمال القمة الاستثنائية المنعقدة بكيغالي وقع رؤساء الدول والحكومات الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الهادفة إلى إزالة كافة العوائق التجارية والاقتصادية. إنشاء منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا يحيل إلى تحول القارة لأكبر تجمع جمركي في العالم، لذا ستسمو القارة السمراء إن هي وفقت في خطوتها هذه إلى أحد أكبر مناطق النمو الاقتصادي بالعالم بعد التوقيع على الميثاق التاريخي الكفيل بمنح القدرة على منافسة بل تجاوز التكتلات الاقتصادية الكبرى. قمة الأعمال بكيغالي مكنت الوفود الحكومية من تبادل وجهات النظر مع أرباب المقاولات الإفريقية بشأن التغيرات الاقتصادية المرتقبة عبر بوابة التجارة والتحرير التدريجي للتبادلات بسوق يزيد مرتادوها على المليار نسمة، فيما يصل منتوجها الداخلي الخام إلى 2.5 مليار دولار. بيد أنه من المؤسف أن حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية ضئيل للغاية إذا ما قورن بنظيره مع باقي دول المعمورة وخاصة مع أوروبا المستحوذة على نسبة 70%. ومن المعلوم أن منطقة التبادل الحر تعد أبرز ملامح الأجندة الإفريقية 63 بعد 2000 الطامحة إلى الأمن والاندماج والازدهار والساعية بثقة كبيرة إلى ظهور تجارة بلا قيود في اتجاه ميلاد قارة بلا حدود. إفريقيا بدون حدود، الحلم الدفين والشعار التحرري الكبير يسلك اليوم دربا غير مفروش بالورود. فبعد التعثر والإخفاق بدأ العد التنازلي في اتجاه انتصار إرادة الشعوب، واستطاعت قمة كيغالي على الأقل كسر الحاجز وهتك الصمت. كيغالي، بعثة الموريتانية.